دلوقتي يا جماعة هنبتدي المباريات على طول. المجموعة الأولى هتلعب ريلي اللي هو إيه حلوان مع تشالنجر أسيوط، واللي بعديها هتبقى على طول تورنيدو اللي هو حلوان مع ريال ستيل العاشر. بس دول التالت واحدة برضو نقولها. أيوة بس أنا بقولها شفوي عشان يحضروا نفسهم التلاتة الأولانيين على الأقل. يعني الميكاترونيك اللي هي المجموعة التالتة إيه مش كده ميكانيكس آسف حلوان مع العاشر التحرير. يلا يا شباب.